بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف التاسع في حل أنشطة كتاب النشاط. بإذن الله تعالى اليوم سوف نحل أنشطة الوحدة السابعة بعنوان قياس درجة الحرارة. زي ما هي المصطلحات العلمية المهمة في هذه الوحدة التي تم دراستها طبعا سابقا، اللي هي درجة الحرارة والمزدوج الحراري. إيش هي درجة الحرارة؟ درجة الحرارة هي قياس لمدى سخون جسم الماء أو برودته. يعني درجة الحرارة ما لازم تكون سخونة فقط، وإنما قياس لمدى سخونة أو برودة جسم الماء، تمام؟ أما المزدوج الحراري إيش فيه؟ هي أداة كهربائية مصنوعة من فلزين مختلفين تستخدم لقياس درجة الحرارة. فدرجة الحرارة هي قياس لمدى سخونة جسم الماء أو برودته. عشان نقيس درجة الحرارة نستخدم المزدوج الحراري. إيش في هذا المزدوج الحراري؟ عبارة عن أداة كهربائية مصنوعة من فلزين. هذه الفلزين يستخدمين في قياس درجة الحرارة. طبعا الفلزين لازم يكون يمتصوا ماص جيد للحرارة وموصل جيد للحرارة وغيرها، سوف نتطرق إليه إن شاء الله اليوم. نشوف التمرين الأول إيش يقول لنا. ميزان الحرارة الزجاجي المعبأ بسائل. هناك ميزان حرارة نوع زجاجي معبأ بإيش؟ معبأ فيه سائل، تمام؟ إنزين، يستخدم ميزان الحرارة الزجاجي المعبأ بالكحول لقياس درجات الحرارة في المختبر. اشرح سبب تحرك سطح السائل إلى الأعلى في أنبوبة الميزان عند وضعه في الماء المغلي. طبعا هم عطوك مباشرة سؤال، لازم تعرفوا أنتم من كتاب الطالب السبب، يعني ليش لما ميزان حرارة زجاجي معبأ إيش فيه؟ معبأ كحول. إيش اسم السائل؟ كحول. زين، معبأ هذا الميزان الزجاجي بالكحول عشان يقيس درجة حرارة في المختبر، تمام؟ ليش تحرك سطح السائل أو سطح الكحول إلى الأعلى لما وضعوه في الماء المغلي؟ يعني هذا ماء ساخن مغلي، وضعوا فيه الميزان الحرارة كان هنا، بعدين راح إلى الأعلى، تحرك إلى الأعلى في أنبوبة الميزان لما وضعوه في الماء المغلي. لماذا؟ طبعا هنعرف أن السائل الكحول لما ترتفع درجة حرارته إيش يصير له؟ تمدد، يتمدد وينكمش لما تنخفض درجة حرارته. فتنكمش ينكمش السائل اللي هو الكحول مع انخفاض درجة حرارته، فنقول يتمدد لأنه يتمدد عندما ترتفع درجة حرارته وينكمش عند انخفاض درجة الحرارة. أي سائل اللي يستخدموه في ميزان الحرارة لازم يكون له قدرة على التمدد عند زيادة درجة حرارة. فكيف نعرف أن الحرارة زادت؟ إلا أن السائل يتمدد لما ترتفع درجة حرارة، يتمدد إلى الأعلى وينكمش لما تنخفض درجة الحرارة. زين، اشرح سبب تحرك سطح السائل الأسفل في أنبوبة الميزان عند رفع المستودع كليا من الماء المغلي. ليش؟ ليش يعني مسمى نزل للأسفل لما رفعون الماء المغلي؟ طبعا الإجابة هذه هي الإجابة، لأنه إيش؟ لأنه انكمش. إيش صار له؟ انكمش عند انخفاض درجة الحرارة. إيش صار له؟ انكمش عند انخفاض درجة الحرارة. فنقول اشرح السبب اللي هو هذا الجواب. إذن اشرح سبب تحرك سائل إلى الأسفل. إيش يعني؟ يعني انكماش. متى انكمش؟ لانخفض درجة حرارته. لما رفعوه كليا من الماء المغلي انخفض درجة حرارته فانكمش، تمام؟
السؤال اللي بعده، تمرين الثاني اللي هو موازين الحرارة في التطبيق العملي. ألف، إيش يقولكم ألف؟ يعتمد ميزان الحرارة على تغيرات بعض الخصائص الفيزيائية مع تغير الحرارة من أجل قياس درجة الحرارة. يعني ميزان الحرارة تتغير عليه خصائص الفيزيائية لما تتغير درجة الحرارة، وبالتالي يقيس درجة الحرارة. أذكر الخاصية الفيزيائية التي يعتمد عليها عمل المزدوج الحراري. إيش هي الخاصية الفيزيائية اللي يعتمد عليها المزدوج عشان يعمل؟ اللي هو إيش؟ الجهد الكهربائي بين نقطتي ربط فلزين مختلفين. نحن قبل تكلمنا عن هذا، زين؟ فطبعا قبل تكلمنا عن هذا اللي هو الجهد الكهربائي بين نقطتي ربط فلزين مختلفين، تمام؟ إذا الخاصية الفيزيائية اللي هي الجهد الكهربائي. إذن الجهد الكهربائي بين نقطتي ربط فلزين مختلفين. يعني إذا كان هناك فرق في الجهد الكهربائي بين نقطتي ربط الفلزين، فإيش يصير؟ تتغير خصائص الفيزيائية للمزدوج الحراري. لازم تحفظوا هذا الشيء، مهم جدا. زين، السؤال اللي بعده اللي هو ب، يمكن لميزان الحرارة المستخدم في مختبر المدرسة قياس درجة الحرارة من سالب 20 درجة سيليزية إلى 110 درجة سيليزية مع تقسيمات نص درجة سيليزية. تبلغ حساسية ميزان الحرارة للتغيرات في درجة الحرارة، يعني إيش هي حساسية ميزان درجة الحرارة للتغيرات في درجة الحرارة؟ طبعا كيف نعرف الحساسية؟ على حسب التقسيمات. التقسيمات هي الحساسية. فهنا كم التقسيمات اللي هي 0.5؟ إذن الحساسية 0.5 درجة سيليزية. يعني يتحسس الميزان كلما زادت 0.5 درجة سيليزية، إذن هذه هي الحساسية، حساسية الميزان. يبلغ مدى ميزان الحرارة، هذه مدى، يريد المدى. كيف يعني المدى؟ يعني درجة حرارة من كم إلى كم؟ طبعا يا أن نطرح الرقمين أو أن نقول من إلى. طبعا مدى الميزان الحرارة هذا من سالب 20 درجة سيليزية إلى 110 إلى 110 درجة سيليزية. هذا التعبير الأول. التعبير الثاني نطرح 110 ناقص سالب 20 درجة سيليزية يعطيكم بالنهاية الناتج 130 درجة سيليزية. نقدر نعتبر أن هذا هو المدى. هذا إيش؟ المدى. فنقدر نقول أن المدى من كذا، من سالب 20 إلى 110، مداه يعني من وين إلى من كم إلى كم، هذا مدى الميزان يقيس. أو أن نطرح الرقمين 110 ناقص سالب 20 طلعنا 130 درجة سيليزية، هذا المدى، تمام؟ إنزين، نشوف التمرين الثالث، معايرة ميزان الحرارة. يجب أن تعاير جميع أدوات القياس العلمية إذا كان يراد منها توفير قياسات دقيقة. يلا نشوف. لدى رزان ميزان حرارة زجاجي معبأ بالكحول لم تتم معايرته. وضعت مستودع ميزان حرارة في ثلج ينصهر، وبعد ذلك في ماء يغلي، ثم قامت بقياس طول عمود الكحول في كل مرة يوضح الجدول النتائج. أكمل ملء الجدول بوضع قيمتي درجة الحرارة. قالوا لكم أن الثلج المنصهر هنا ميزان حرارة ما تمت معايرته، تمام؟ فقاست طول عمود الكحول في كل مرة، هذا عندنا قياس طول العمود في كل مرة. فلما كان الثلج ينصهر، المنصهر كان طول العمود 12، ولما كان الماء يغلي كانت طول العمود 26.8.
إذن يريد درجة الحرارة. طبعا بدون ما نشوف طول العمود الكحول نعرف أن الثلج المنصهر، الثلج لما ينصهر كم تكون درجة حرارته؟ تكون 0 درجة سيليزية. أما الماء المغلي كم يغلي؟ عند 100 درجة سيليزية. شفتوا كيف؟ إذن الثلج المنصهر عرفنا سابقا أن لما ينصهر تكون درجة حرارته 0، ولما يغلي الماء يكون درجة حرارته 100 درجة سيليزية. تمام؟ إنزين، بقى اشرح ما يعني أن الميزان الحرارة لم يكن معايرا. كيف يعني معايرا؟ يعني لا يتضمن، لا يكون ميزان حرارة معايرا، لأنه لا يتضمن مقياسا عديا، يعني ما في علامات تدرج. يعني كيف غير معاير؟ يعني مثلا عندكم هذا الميزان الحرارة الغير معاير يكون كذا، مثلا ما مكتوب لكم التدرجات، ما مكتوب هذا كم هذا كم هذا كم، مثلا هنا 100 سيليزية، هنا 0، هذا لا، هذا غير مكتوب. اللي غير معاير غير مكتوب درجات السيليزية. فإذا لو جينا نشرح، نكتب كلامي، نقول أنه لا يتضمن، لا يتضمن، لا يتضمن مقياسا عدديا. يعني ايش؟ لا يحتوي على، عذرا، على علامات تدريج. لا يحتوي على علامات تدريج، يعني ما في علامات تدريج، اذا هذا المقياس غير معاير. يعني مثلا نجيب لكم اختبار، في واحد في تدريج والثاني ما في تدريج، يقول لكم اي واحد مقياس غير معاير. طبعا اللي ما في تدريج هو المقياس الغير معاير، والمقياس المعاير اللي هو فيه تدريج. زين، نشوف السؤال اللي بعده. استخدم البيانات لرسم منحنى التمثيل البياني لمعايرة ميزان الحرارة على النحو التالي. ضع النقطتين الواردتين في الجدول على الرسم البياني، صل بين النقطتين بخط مستقيم. أول شيء لازم نعرف متى تكون درجة حرارة 0، يعني تكون وين هي، كم طول العمود، ولما كانت 100 درجة سيليزية كم طول العمود. طبعا أنا جبت لكم الحل جاهز عشان سرعة الحل، لكن انتوا حلو في الكتاب بالخطوات. طبعا أول شيء تشوفوا في الكتاب مكتوب لكم مقاييس جاهزة، هذه الأرقام، هذه الأرقام جاهزة. زين، في الجدول جايبين لكم إنه لما كانت درجة الحرارة 0، وين 0؟ هذا 0. لما كانت درجة الحرارة 0 كانت كم طول العمود؟ كان طول العمود 12. إذا هذه النقطة الأولى. ولما كانت درجة الحرارة 100 درجة سيليزية كان طول العمود أعتقد كم كان؟ كان طول العمود 26.8. إذا هذا 26.8. تمام، فوصلوهن وبعدين سويوا النقطة الثانية. قالوا لكم إن لازم نوصل بين النقطتين بخط مستقيم، يعني من المحور الصيني إلين فوق نوصل. لو نجي نوصل بين النقطتين بعد ما حددناهم على الرسم البياني، نوصلهن كذاك إلين ما نوصل للخط المستقيم. تمام، إذا نشوف السؤال اللي بعده. إيش يقول؟ أجب عن الأسئلة التالية باستخدام التمثيل البياني، وضع عليه علامة لإظهار طريقتك. إنزين، واحد، إذا كان طول عمود الكحول 14.8، إذا كان طول العمود 14.8 سنتيمتر، فما درجة الحرارة المقابلة لها؟ وين 14.8؟ طبعا أنا الحل موجود عندنا في الرسم. كيف لما يقولكم وضع عليه علامة لإظهار طريقتك، يعني تسوي نقاط، تسوي عليه نقاط نقاط أو خط كذاك. وين 14.8؟ أول شيء نشوف 14، هذا فاصل 8 اللي هو هنا. إذن نوصل هنا في الخط. لما نوصل
تسوي لكم بشكل مرتب عشان تعرفوا كيف الطريقة. تجيبوا مسطرة تروحوا عند 14.8 وتمشيوا خط إلين النهاية، تمام؟ وبعدين تجيبوا النهاية وتمشيوا خط إلين تحت، يعطيكم الدرجة الحرارة المقابلة لها كم ظهر عندكم، اللي هي 20 ظهر عندكم 20، هي وين 20؟ أنا سهمي صح مسوي 20، ولكن هي الخط الأسود. شوف الخط الأسود، وين الخط الأسود؟ هذا الخط الأسود، هذا الخط الأسود قبل 20 بدرجة واحدة. يعني كم يكون؟ 19، يكون 19 درجة سيليزية، تمام؟ زين، السؤال الثاني، كم سيكون طول عمود الكحول عند درجة حرارة 60؟ وين 60؟ هذا 60. نفس الطريقة، نجيب خط من عند 60 ورفع إلى فوق إلين ما نوصل للخط اللي هو الأسود اللي موصلين، وبعدين نوصل إلين آخر شيء، يطلع لكم 20.12، يعني تقريبا 20.9. طبعا انتو يجيبوا لكم في اختبارات ارقام اكثر دقة وتكون اكثر وضوحا. طبعا هنا 20.9، هنا الناتج 20.9 سنتيمتر، تمام؟ السؤال اللي بعده، وضع ميزان الحرارة في مجمد الثلاجة، اذا انخفض طول عمود الكحول الى 10 سنتيمتر، فكم يكون مقدار درجة الحرارة داخل المجمد؟ يعني يريدوا انخفض طول العمود، يعني صار 10 سنتيمتر، وين 10؟ هذه هي العشرة، هذه العشرة، يعني على الخط، وين الخط؟ هنا، هذه هي العشرة، فكم يكون مقدار اللي هي كم يكون مقدار درجة الحرارة داخل المجمد؟ طبعا تكون بالسالب، بس سالب كم؟ خلينا نشوف هنا نحسب، يعني كأنه نطرح من 20 كيلو، نطرح 20 19 18 تقريبا، يعني كأنه نقول هو ترى الأرقام يعني ما هو قد واضحة، ولكن في الاختبارات يجيب لكم أرقام أكثر وضوحا وسهلة، فهنا تقريبا يكون الإجابة 14 درجة سيليزية، تكون 14 درجة سيليزية. هذه الأرقام غير واضحة، ليش قلنا 14؟ لأن شوف يعني سالب 20، ما في سالب 10 بالمباشرة إلى الصفر، فيكون الأرقام يعني خاطئة، فتكون يعني ما أنها خاطئة ولكن غير واضحة، فيكون هنا 14 درجة سيليزية. طبعا يقول البعض لماذا تكون 14؟ طبعا نحسب هنا تقريبا، هنا يكون 10، او نقول هنا تقريبا 10، لان الارقام بعيدة عن بعضها البعض، فتكون درجة حرارة داخل مجمد 14 درجة سيليزية. انزين نشوف ورقة العمل للوحدة السابعة في فهم موازين الحرارة، إنزين في فهم موازين الحرارة، أجب على الأسئلة الآتية المتعلقة بتصميم موازين الحرارة. أول شيء، واحد، تظهر الصورة أدنى ميزاني حرارة صنعا يدويا، هما عبارة عن قارورتي ماء، هذه قارورتي ماء، مع ارتفاع درجة الحرارة يتمدد الماء ويرتفع مستواه في الأنبوبة، إنزين الضيقة. إذا كان حجم القارورة اليمنى أكبر من حجم القارورة اليسرى، وضح كيف ستتغير مستوى الماء في كل من الأنبوبتين إذا ارتفع درجة الحرارة بنفس المقدار من درجة الحرارة.
طبعا في القارورة الكبيرة لما ترتفع درجة الحرارة لأن الحجم كبير، ففي القارورة الكبيرة سوف يرتفع الماء بسرعة أكبر في القارورة الكبيرة اللي هي الأنبوبة اليمنى. ففي القارورة الكبيرة اللي هي اليمنى تكون يرتفع فيها السائل أكبر بسرعة كبيرة. ليش؟ لأن نحن قلنا سابقا أن نسبة التمدد تظهر في الأجسام ذات الحجوم الكبيرة أكثر وضوحا، وأقول لأن الكبيرة هي سوف يكون أسرع الماء في التمدد لأنه يظهر التمدد بشكل واضح في الأجسام الكبيرة. إذا نقول مع ارتفاع درجة الحرارة، سوف يرتفع الماء في الأنبوبة اليمنى بشكل أسرع. ليش؟ لأن نسبة التمدد تظهر بشكل أوضح في الأجسام الكبيرة. إذا جابوا لكم مثلا نفس هذا الشكل في الاختبار، يقول لكم وين ترتفع الأنبوبة بشكل أسرع، طبعا تختاروا الحجم الأكبر، فنقول لأن نسبة التمدد تظهر بشكل أوضح في الأجسام ذات الحجوم الكبيرة أو الأجسام الكبيرة. إنزين، السؤال اللي بعده يقول لكم إذا كانت القارورة اليسرى مزودة بأنبوبة أضيق، فكيف سيؤثر ذلك على قراءتها؟ لما تكون أنبوبة أضيق يرتفع الماء بشكل أكبر، مما يجعل قراءة درجة الحرارة أكثر حساسية للتغيرات في درجة الحرارة. شفتوا كيف؟ يعني لما تكون الأنبوبة أضيق، كلما كانت الأنبوبة أضيق أكثر ضيقا كانت يعني تتحسس بدرجة الحرارة بشكل أكبر، ويرتفع الماء بشكل أكبر، سيجعل قراءة درجة الحرارة أكثر حساسية للتغيرات في درجة الحرارة. نقول سيرتفع بشكل أكبر ويصبح قراءة درجة الحرارة أكثر حساسية للتغيرات في درجة الحرارة. فلما تكون إيش هو العاملين عشان تكون التمدد بشكل أسرع؟ لما تكون الأنبوبة أضيق ولما يكون الحجم أكبر. تمام؟ إنزين، السؤال اللي بعده لدى وليد ميزان حرارة غير مدرج ويجب معايرة. نفس ما قلنا تعدوا فهمتوا إيش يعني معايرة. قاس طول العمود السائل كما هو موضح في الرسم، فوجد أن طول العمود في الثلج المنصهر 4.5 وفي الماء المغلي 20.5. ما عدد سنتيمترات التي تعادل 100 درجة سيليزية في هذا الميزان الحراري؟ طبعا طول العمود عند درجة حرارة 100 سيليزية كم 20.5 تكون سنتيمترات. ليش قلنا 20.5؟ لأنه هو يعني شوفوا لما تمثل سنتيمترات لحظة 100، طبعا قلنا طول العمود في الثلج المنصهر لما يكون ثلج منصهر تكون 0 درجة سيليزية. تمام؟ ولما يكون ماء مغلي تكون 100
درجة سيليزية. زين، وبالتالي الطول الذي يمثل 100 درجة سيليزية هو يعني شوفوا ما يصير نقول ان 20 سنتيمتر هو طول العمود في الماء المغلي او عند درجة حرارة 100 سيليزية، لان شوفوا من 4.5 هو هي رسمة حلوة تمام، من 4.5 هنا هذا طول العمود، درجة التجمد اللي هي عند 0 درجة سيليزية كان 4.5، ومن هنا كان 20.5، يعني هنا ما من واحد، ما بعد الرقم من واحد، فإذا نطرح القيمة الأكبر 20.5 ناقص 4.5 يطلع لكم كم؟ يطلع لكم 16 سنتيمتر، فقط 16 سنتيمتر. شفتوا كيف؟ فإذا لما نحسب ما نقول بالمرة نتسرع ونقول 20.5 سنتيمتر، لأنه بادي من 4.5، ما بادي مثلا من 1 إلى 20.5، لا، الثلج المنصهر عند 0 درجة سيليزية 4.5، وعند الماء المغلي 20.5، يريدوا هذه المسافة كامل كم؟ إذا نطرح 20.5 ناقص 4.5، نفس الرسم البياني، تتذكروا الرسم البياني؟ قلنا نطرح القيمة الأكبر من القيمة الأصغر، ليش؟ لأن في المنتصف المسافة يريدوا، ما يريدوها من واحد، يريدوها المسافة من المنتصف، نفس الشيء هنا البادين بالمسافة من 4.5 ما بادين من واحد، إذا ما نقدر نجيب الرقم يعني مباشرة، وإنما نطرح القيمة الأكبر من القيمة الأصغر. انزين السؤال اللي بعده، كم سيبلغ طول العمود عندما تكون درجة حرارة 50 درجة سيليزية؟ يعني يريدوا عند درجة 50 درجة سيليزية تكون، لما تكون اللي هو 20.5 هيك 50، إذا الطول عند درجة 0 درجة سيليزية، نستخدم الطول عند 0 درجة سيليزية و 100 درجة سيليزية نصفها صح، يعني هنا 100 درجة سيليزية في منتصف 50 درجة سيليزية، إذا نجمع هذا الطول ومنتصف هذا الطول، يعني أول شيء نقسم 20.5 نقسمه إلى 20.5، لا قلنا احنا الطول اللي هو 16 صح، من 4.5 إلى 100 الطول 16 سنتيمتر. انزين لحظة، 16 سنتيمتر قلنا الطول ل 100 درجة سيليزية، بدينا من 4.5 ولكن إلى 100 درجة سيليزية 16 سنتيمتر صح، إذا 16 نقسمه على 2 زائد كم؟ زائد 4.5، 16 نقسم على 2 زائد 4.5 يطلع لكم الناتج بالأخير اللي هو 12.5 سنتيمتر، 12.5 سنتيمتر. فهمتوا كيف؟ ما نستخدم 20.5 لأن 20.5 هنا المقياس، هنا الطول، ولكن احنا قلنا الطول من 4.5 إلى 20.5 كان 16 سنتيمتر، فنستخدم 16 لأن عدد سنتيمترات تعادل 100 درجة سيليزية هي 16. فهمتوا كيف؟ فهموا مثل هذه المسائل وما تتلخبطوا، انتوا تحسبوها مثلا تقولوا هذه سهلة والله كان اختبار سهل، مع انكم كنتوا فاهمين غلط وبتحلوا غلط، لا، فهموا وشوفوا الامثلة الخاصة في كتاب النشاط، ما شاء الله امثلة جميلة جدا وافكار رائعة تمام. انزين السؤال اللي بعده يقول، تتساءل ليلى ان كان بامكانها صنع ميزان حرارة كهربائي عن طريق توصيل مقاوم كهربائي بمقياس يظهر بمقاومته بالأوم. عندما وضعت ليلى المقاوم الكهربائي في الماء المغلي وجدت مقاومته 482 أوم، وعندما وضعت المقاوم في الثلج المنصهر وجدت مقاومته 470 أوم، ما مقدار تغير مقاومة عندما تتغير درجة حرارة من 0 إلى 100 درجة سيليزية؟ طبعا نفس اللي تعلمنا سابقا، إن أول شيء كانت بين 0 درجة سيليزية، لما كانت شوفي يعني هنا كأننا نرسم ميزان، يلا عد الميزان، إنزين نرسم مثلا الميزان، هنا 0 درجة سيليزية كانت كم المقاومة؟ كانت لما الماء الثلج المنصهر، إذا أنا 470، لما كان 100 درجة سيليزية كان درجة الحرارة 400 82.
إذن يريد ما مقدار تغير المقام، يعني من هنا إلين هنا يريد هذا المسافة في المنتصف. إذن إيش نسوي؟ نطرح القيمة الأكبر من القيمة الأصغر. شفتوا كيف؟ إذن نطرح 482 ناقص 470 يطلع لكم الناتج 12 أوم. الأوم مالي طبعا بالقلم هذا ما يصير واجد هذا. إذن 12 أوم تبلغ المقاومة اللي هي مقدار التغير اللي هي 12، يعني إذا سوينا 470 زدنا 12 طلع لنا 482. تمام. إذن السؤال اللي بعده، لماذا يشير ذلك إلى أن المقاوم لن يكون مفيدا جدا لقياس حافة المختبر؟ يعني هذا الرقم اللي 12 أوم يشير ذلك أن المقاوم لن يكون مفيدا جدا عشان يقيس درجة حرارة في المختبر. ليش؟ لأنه يعني هذا غير مفيد لقياس درجة حرارة في المختبر. ليش؟ لأنه ما حساس كثيرا للتغيرات الصغيرة. يعني بس المقاومة 12، إذا زاد 12 أوم تزيد المقاومة 12 عشان يصير 100 درجة سيليزية. يعني المقاومة يعني التغيرات ما تكون حساسة كثيرا، فتكون هذه لن تكون حساسة كثيرا للتغيرات الصغيرة في درجة حرارة. يعني لازم تتغير درجة حرارة بشكل كبير عشان تتغير ولن تكون حساسة. إذا نقول لن تكون حساسة كثيرا، لن تكون حساسة كثيرا للتغيرات الصغيرة في درجة الحرارة، ولذلك لن يكون مفيدا. كملوا الإجابة كذاك. لذلك عشان نختصر الوقت، لن يكون مفيد جدا لقياس درجة الحرارة في المختبر. ليش؟ لأن درجة الحرارة في المختبر تختلف بشكل بسيط غير ملاحظة يعني، فلازم نجيب مقياس أكثر حساسية. فإذا لن يكون حساسة كثيرا للتغيرات الصغيرة في درجة الحرارة. من كذاك أن المقاومة أو أن المقاوم غير مفيد في المختبر. تعرفي عن الأنواع المختلفة للموازين الحرارة التي يستخدمها الطاقم الطبي لقياس درجة حرارة مرضاهم. اشرح مبدأ عمل كل من الموازين واقترح في أي حال يستخدم كل هذه الموازين. طبعا هنا في هذا السؤال يترك للطالب، كأنك تبحث عن تقرير في يعني اليوتيوب او جوجل. اهم شيء تبحث ويكون السؤال حالك هدية. تمام. طبعا انتهينا من اسئلة اليوم، الحمد لله رب العالمين. انتهينا من الوحدة السابعة، واتمنى الاشتراك في القناة، واشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.